مرحبا بكم في قناة يوميات فاتي. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد لابارتمون اللي كملت لا كويزين ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. هاد لابارتمون تابعة لزابارتمون الاخرين اللي وريتكم 43 متر. هادي تفنية وكتمتاز بواحد لا تيراس اللي فيه 20 متر. المهم خليكم معايا. هادي هي الشقة. انا غادي نوريكم الناس اللي كيقولوا لي الكوزينه وهذا. هذه الله كيصاوب يعني ها هي بدايه في ركبوا الكوزينات، ركبوها بالبلاكار كيف ما شفتوا. هادو هما البلاكارات وهنا كيبقى لافابو. طبيعه الحال هنا بلاكار اخر، مازال هنا الثلاجه، لا ماشين لافي، مازال باقي شويه الخدمه. المهم انا وريتكم هنا غير الكوزينه يعني حطوها. كتكون هذه هي الدخله، هادي لابارتمون 43 متر. هادي هي الدخله هنا. طبيعه الحال كتلقاي دائما لا كويزين اون فاس صالون. هنا كتلقاي سال دو فان يعني الحمام اللي حتى هو غادي يجابو ليه تواليت لافابو دوش. هنا كتلقاي لا شومبر. انا هاد لابارتمون وريتها لكم باش تشوفوا الكوزينه اللي حطو. هنا كتلقاي هاد لابارتمون فيها اون شومبر. هنا كتلقاي لا شومبر اللي كتخرجك حتى هي لهاد لا تيراس. دائما هاد الدار راها سفليه كيف ما شفتوا، راه فيها لي طرافو يعني كيخدموا فيها الناس. حتى هي كتبقى هنا اون فاس البيسين، وهنا كيبقى هاد لا تيراس اللي فيه 20 متر. هنا عندنا الصالون حتى هو والدخله ديال لابارتمون كيف ما شفتوا. هذا هو الصالون، يعني هنا راه كاين لي طرافو يعني كيخدموا الناس، يعني سلموا الشقق وبداو الناس كيخدموا فيهم كيف ما شفتي. ملي كتسلم السورتات ديالك كيجيو يركبوا لك الكوزينه تواليت، كيكملوا لك البيبان. حتى هما غندير لكم لا فيديو وتشوفوا من بعد ما ركبوا حتى هما البيبان. مهم انا هاد لا فيديو درت لكم هاد الشقه الصغيره، بغيت غير باش نشارككم ونوريكم الكوزينات اللي تركبوا كيف ما شفتوا. ها هي لا كويزين، وهذه كتمتاز حتى هي دائما بهاد الجريده بهاد لا تيراس. تقدري انت ديري الجرده ولا ديريها كليسه وداكشي على حسب كل واحد شنو كيبغي. حتى هي بطبيعه الحال اون فاس البيسين كيف ما شفتوا. الخدمه راه كاينه يعني لي طرافو كيخدموا الناس، والناس سلموا السبرتات ديالهم. كاين اللي كيصلاح كاين اللي مازال، داكشي على حساب كل واحد وقدر المستطاع ديالو. كان هذا هو لا فيديو للشقه الصغيره. انا وريتكم هنا غير الكوزينه، هذه كتطلع للبيسين، وكاينه هذه حتى هي من الجهه الاخرى حتى هي صغيره كتطلع على البيسين، وحتى هي اللي ركبوا الكوزينه ديالها. هنا كيف ما شفتوا معايا ركبوا ليها البلاكارات، صابوا ليها حتى هي هادو نفس العبار، هادو بجوجهم فيهم 43 متر. كتبقى هادي من هاد الجهه والاخرى من الجهه الاخرى. حتى هي طواليت اون شومبر وحده صالون. دائما ملي كنقول لكم 43 متر يعني كيكون فيها شومبر وحده، الكوزينه اون فاس صالون، وهادو كيمتازوا بلا تيراس اللي فيه 20 متر. يعني البروميير ايطاج ما كتلقيش فيها هاد لا تيراس كبيره، هذه كتمتاز بهاد لا تيراس اللي فيه كيف ما قلت لكم 20 متر. ملي كتلقاي بروميير ايطاج هذه الدخله الثانيه، تدخلي لا شومبر الاخرى. بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج ما فيهمش العبار ديال هاد لا تيراس كما قلت لكم. حتى هي كتطلع على شويه، هذه كتشوف البيسين، حتى هي كتطلع على البيسين. هنا كتلقاي الكوزينه. انا هاد لا فيديو وريتو لكم غير الكوزينه اللي جاو ركبوهم باش الناس يعرفوا، حيت بزاف ديال الناس كيكتبوا لي في لي كومونتير كيقول لك لا وكذوب وهذا. لا كما شفتوا كتبقاي حتى هي في هاد الشومبر هنايا، تبقاي فيها 3-4 زابارتمون. هادي سفليه، هادو بالنسبه للديور اللي كيشوفوا في الدخله ديال الموبل. هادي حتى هي كيف ما قلت لكم، انا غير لقيتها دابا هي سوربريز يعني دخلت وشفت تبارك الله. هنا كملوا البيبان
كملات الكوزينه كيف ما شفتوا. هذه حتى هي فيها 43 متر والدخله هي هذه. وكاين عاود ابارتمون حتى هي هنا، حتى هي كملوها كيف ما شفتوا معنا كيجيو يصاوبوا لك. هادو هما البيبان اللي قلت لكم، هذه الكوزينه حتى هي جاوا ركبوها، هذه ديجا صافي صابوا ليها كل شيء. هذه هنا بطبيعه الحال الحمام اللي كيف ما قلت لكم كتصاوب، يعني ها هو هذه راه بدايه، هذه بداو كيصلحوا فيها يعني قريبه تكمل كل شيء ان شاء الله. هادو هما البيبان. هادو هما البيبان، هذه كانت غير مفاجأة. دخلت وشفت يعني كملوا كل شيء. هذا هنا بلاكار، صراحة هذه كملات. دائما كنقول لكم هادو الشقق الصغار يعني 43 متر. نوريكم هنا البلاكار حتى هو كيجي هنا كبير وزوين. هنا قلت له كبر هنا كيف ما شفتوا. هذا البلاكار اللي كيكون حتى هو بلا تيغوار، وتيكون البيبان صراحة ما كيديرو بيبان زوينين وصحاحين. كيف ما شفتو هادو هما البيبان. وهنا هاد لابارتمون هي كطل هنا الدخلة ديال الباب، وهادي كطل على الدخله ماشي على البيسين. هذه كطلع على الدخله ديال المبل هنا، وحتى هي كتبقى في نفس كيف ما قلت لكم في الفيديوهات السابقين نفس لاتيراس نفس هذا. هذه كطلع على الجهه الاخرى، هنا كيكون تيراس، وهذه لا شومبر كيف ما شفتوا. انا وريتكم غير الكوزينه اللي كملات، عاد دخلت لهاد لابارتمون حتى صافي ديجا يعني ما بقاش فيها بزاف، صافي بقى على فينيسيون يعني قريبه تكمل ان شاء الله. هادو هما البيبان اللي وريتكم، وكان هذا هو الفيديو ديال الشقق اللي تركبت لهم الكوزينه والعبار ديالهم 43 متر. نتمنى نكون وصلت لكم طلب ديالكم، الناس اللي طلبوني وقالوا لي ورينا كلشي. نتمنى نكون ان شاء الله في هذا الفيديو كيف العاده خفيفه ظريفه على قلوبكم. خليكم كتشوفوا هذه راها السفليه، مهم كيف ما شفتوا. هذا هو نهايه الفيديو، نتمنى يلقاكم بخير وعلى خير، وشكرا على المتابعه.